والسلام وتحية واحترام لكم جميعا وين ما كنتوا. لكل شخص أدار المؤشر، انت بتستمع لهالة 96 FM، اسمعنا وسمعنا صوتك او اسمعنا بقلبك ورصه ومنصر الصوم ومنصر يوميا من الأحد للأربعاء، ساعتين من عمر الزمان من الساعة 7 والساعة 9. محبة وسلام وتحية واحترام للأصحاب والأصدقاء اللي انضموا للمشاهدة على صفحتنا على الفيسبوك او على صفحتنا على اليوتيوب، أمسية زي ما تشتهوا جميعا يا رب. والوصايا اليومية المكررة، أصحابنا اللي بيستمعوا لنا الآن وهم في مركباتهم الخاصة، عاونوا معاكم الناس في الطرقات، عندك مقعد فاضي مقعدين ثلاثة شيل معاك الناس في الطريق، توصلوا جميعا آمنين ومطمئنين يا رب. المصالحة الخليجية، الخبر الأبرز البيطوف الأسافير فعليا لا ثابت إلا المتغير في السياسة عموما. المصالحة الخليجية بالتأكيد هتنعكس على واقعنا السياسي السوداني وعلى واقعنا الاقتصادي السوداني بشكل كبير جدا. من الحاجات الإيجابية إننا الآن ربما طلعنا من الورطة اللي كلنا كنا واقعين فيها، الورطة بتاعت المحاور. نحن كنا ما بين محورين، محور الإمارات السعودية مصر ومحور قطر ليبيا تركيا. الآن مع المصالحة ربما نبقى في محور واحد، وربما المحاور نفسها تكون زي ما هي، لكن التأثير بالتأكيد هيقل. الأخبار ماشية بتتوالى، والصورة لعناق ولي العهد السعودي للأمير القطري هي اللي بتطوف في الأسافير. مشت الحاجات بعجالة كده يعني بدون تمهيد ذاته، فعاينا للجهات الإعلامية اللي كانت بتمثل المحاور فجأة بقت بتنشر في الخطابات بتاعت السلام والخطابات بتاعت المحبة. الأخبار بتتكلم عن زيارة لوزير الخارجية القطري لمصر. طبعا الأجواء بقت مفتوحة ما بين قطر ودول الخليج وما بين قطر وجمهورية مصر العربية. الموضوع كبير، تأثيره هيكون كبير جدا، في جوانب إيجابية في جوانب سلبية. الصراع بتاع مدنيين عسكريين هيتأثر بشكل مباشر تماما بالمصالحة الخليجية، لكن كل طرف ما يتخيل إنه الحاجة ده هتكون في صالحه، هتكون فيها سلبيات كثيرة جدا. ما يلينا في الأمر إننا نتحلى دائما بالوعي اللازم في إعلامنا السوداني، في لجان الأحياء ولجان المقاومة، في الحكومة الانتقالية، في مجلس السيادة، بحيث إنه نقدر نضبط خطابنا ونعرف صليحنا من عدونا، ونعرف 200 نبقى المطر ونفهم 200 نبقى الحريق. ما يلينا إنه نحصن أنفسنا والمجتمعات الآن إحنا موجودين فيها، ونحصن بلدنا من الاختراق السياسي ومن الاختراق الأمني اللي بقى واضح تماما. زي ما قلنا المصالحة حتخفف حدة الاستقطاب الحاد اللي كان حاصل، لكن بأي حال من الأحوال الاستقطاب ده ما هيجيف. ربما زيارة أمس لمدير المخابرات المصري وجلوسه لنائب رئيس مجلس السيادة، جلوسه لرئيس الوزراء، هي بتمشي في نفس الاتجاه. يعني ما ممكن تكون الزيارة دي كده جاية عفوية أو مرتب لها من وقت سابق، لا هي مرتبطة بشكل مباشر بالمصالحة الخليجية. وزير الخزانة الأمريكي مفترض يزور البلاد بكرة بعون الله تعالى. ما نرسم أحلام وردية، ما نرسم للناس إنه مشاكلنا كلها حتتحل لأنه جايين وزير الخزانة الأمريكي. بأي حال من الأحوال أمريكا ما جاي تصرف علينا، بأي حال من الأحوال مشاكلنا الآن إحنا قاعدين نعيشها دي مفترض نحلها نحنا بأيادينا، مفترض تتعامل معها الحكومة بوعي. ما نربط أحلامنا بزول جاي من برا، ما كل مرة نشيل عيوننا وقلوبنا وبصيرنا ونقعد نعايل للمطار جاي منه وشال معاه شنطة كبيرة ولا شنطة صغيرة. يعني إحنا حكومة وشعب ودولة كلنا مع بعض مجين من ثورة عظيمة جدا، نتعامل بكبرياء الثورة السودانية، ما نتعامل بالخلفية بتاعت الضعف والخلفية بتاعت التسول والخلفية بتاعت الحوجة دائما، وإننا بنربط مصالحنا كلها بالغريب بينما القريب قاعد جنبنا وبعائلين. الموازنة لسه ده سنها، ما في زول يتكلم عنها، تسريبات من هنا ومن هناك، والأمنيات إنه تطلع وزارة المالية الله يديها الصحة والعافية وزيرة المالية تتكلم توري الناس ليه للآن ما في كلام عن الموازنة الجديدة، عشان نحن ذاتنا في الإعلام ما نمشي مع التسريبات اللي قاعد تطلع ونتعامل معاها كمعلومات موثوقة ومؤكدة. التسريبات بتتكلم عن صرف خرافي على جهاز المخابرات الوطني اللي مفترض يكون تم حله أصلا بالأساس. يتكلم معالي رئيس الوزراء عن إنه الدعم هيتوجه للصحة والتعليم، لكن حسب التسريبات اللي اتحصلنا عليها للآن ما في دعم مباشر لا للصحة ولا للتعليم ولا ولا ولا، ولكن نحن بنعانق في زيادات ما مفهومة وزيادات ما مبررة
تماما. وابسط حاجه موضوع الكهرباء اللي كلنا على بعضنا كده مخلوعين منه. لو بتستمع لنا الان على هلا 96 اف ام والراديو شغال بالكهرباء، اطلع اشوف لك حجاره بتاعت بطاريه. الموضوع ده بقى صعب شديد يا حنفي. الناس اللي بتشحن التلفونات مره واثنين وثلاثه، لا ما ينفع الكلام ده مع الاسعار الجديده بتاعت الكهرباء. نحن لازم نجدول الموضوع ده في البيت، يعني الاخو يشحن من الساعه 3 ل 4 وتاني ما يشحن خلال اليوم، يجي يشحن بكره. ما ينفع تاخذ ليه تلفون في الشاحن كده لغايه الصباح وانت نايم. الحاجات دي ما تنفع مع الظروف الان احنا بنعيشها كلنا مع بعض. ربنا يخفف على الجميع يا رب. تاني بنعيد وبنكرر وبنقول الامنيات انه تطلع حكومه الفتره الانتقاليه تتكلم تطمن الشعب السوداني على شكل الموازنه الجايه في الطريق، عشان ما نرهن نفسنا نحن كلنا مع بعض للمصادر الموثوقه والما موثوقه والاخبار اللي بتجي من هنا ومن هناك. يوم جديد من رسم الصفاصل، هنرجع نتعرف على ضيفنا من داخل الاستديو. نحن انتم معنا نبدع، معنا نزدهر ونحقق النجاح، معنا نتغلب على الصعاب، معنا نصل إلى طموحنا وننجز المستحيل، معنا نبتكر حلولا مالية إسلامية عصرية، معنا نتميز بأدائنا ونرضي عملاءنا، معنا نرتقي بوطننا، معنا نبدأ التغيير لحياة أفضل. بنك فيصل الإسلامي، معا نبني المستقبل. هلا 96، أسمعنا بقلبك. كان يا مكان في العيد والزينة، جدو بيحكي حكاية حنينة، تاركو في سمانة سفينة تمشي رحلة لأي مدينة، تاركو معنا من بدري زمان بتخدم فينا في السودان، تاركو بغجة ودلولة بنحلم بيها من سنة أولى، أمان وراحة حقيقة نقولها بترحب بك تاركو المسؤولة، في المواعيد تلقى تاركو أكيد حتمشي وبيها جاية تعيد، بتكون بالرحلة انت سعيد حنكون في قلبك وانت بعيد. تاركو للطيران في كل رحلة، سلامة وابتسامة. هلا 96، أسمعنا بقلبك. يستخدم الإنسان 2% من طاقته، فلنحرر طاقتنا ونبني السودان معا. بالإنسان والبيئة نهتم. للتواصلات 011-99-82-351 أو صفحتنا على الفيسبوك منظمة الإيجابية الطوعية. هلا 96، أسمعنا بقلبك. في الدنيا ما في مكان أجمل من السودان، الدنيا ما في مكان أجمل من السودان، بلد الجمال، بلد الخير كثير وشرفا كبير، ونبقى نحن منه جذورنا أصلا من السودان. ياهو السودان، شاير الغزلتين، ياهو دشاهينا. هلا 96، أسمعنا بقلبك. يا لما موتور بلس، يا زيت محرك مثالي، يا لمسة عصرية جدا في حمايته أداء عالي، ممتاز ثباته الحراري، ضد أكسد يقاوم، ومعاه عمر المحرك أطول ويفضل يداوم، شغال في كل الظروف والسعر بجد مناسب. زيت لاما موتور بلاس اس ال، مصنع باحدث تكنولوجيا زيوت البنزين، ذو اداء ممتاز في كل الظروف ودرجات الحراره المختلفه، من شركه اويل انرجي. زيوت لاما، القوه بين يديك. هلا 96، اسمعنا بقلبك. مرحب عباد الشمس، للجوده طعم بتحس، ده الزيت الغالي علينا، عايزين زيت مرحب وبس. مرحب عباد الشمس، للجودة طعم بتحس، الزيت الغالي علينا، عايزين زيت مرحب وبس.
اختر زيت مرحب بالزيت دايما لكل الوصفات الصحة ضمان في مرحب طعمه بحل الأوكاد زيت مرحب حكاية جميلة مليانة حب. هلا 96 اسمعنا بقلبك. حابة أفيدكم زي ما أنا استفدت من المعلومات وشفت تجارب فحابة أفيد الناس بالحاجة. بتسمعي في شنو يا زحل؟ أنا اشتركت في خدمة كنوز الطبيعة مع خبيرة التجميل السوم ولقيت ليك الحل لكل مشاكل الشعر والوجه اللي بتعاني منها. كنوز الطبيعة؟ كنوز الطبيعة دي شنو؟ كنوز الطبيعة دي ماسكات بتتعمل من حاجات طبيعية بدون إضافات كيميائية وموجودة في البيت وفي متناول يدك. وطيب ألقاها وين يا زحل؟ اتصل على الرقم المجاني 5328 من شبكة زين ومن غير انترنت وحتلقي كل المحتاج له لحل مشاكل الشعر والوجه. اتصل على الرقم المجاني 5328 من شبكة زين لمعرفة كنوز الطبيعة مع خبيرة التجميل السوم. هلا 96 FM يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك غيابي. هلا 96 أسمعنا وسمعنا صوتك. رصة ومنصة مع حسن بكري برعاية بنك فيصل الإسلامي السوداني معا نبني المستقبل. برعاية بنك فيصل الإسلامي رصة ومنصة على هلا 96 FM رصة ومنصة يومية من الأحد للأربعاء ساعتين من عمر الزمان من الساعة 7 للساعة 9 على صفحتنا على الفيسبوك هلا 96 FM قلنا النيل بخير وعشاشة الطير عن المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى مع أستاذ فيصل عوض رص أمنياتك رصة الليلة نبنيه. بس أستاذ فيصل مساء الخير مساء السعادة عليك. أهلا وسهلا سعد كل سنة وأنتم طيبين وكل الشعب السوداني بخير والمجد والخلود لشهدائنا الكرام. كل عام ونحن كلنا بألف صحة وألف عافية. قبل ما ندخل في محاورنا فيصل يعني حاجة جات كده فجأة مع تهنئتك لنا بالعام الجديد وين الفن والفنانين من أعياد الاستقلال؟ يعني حسب متابعتي بخلاف عشان بلدنا ثلاثة أحمد البلال الفضل مولى ما عانقنا أعمال لا مسرحية لا غنائية ولا حتى على مستوى التشكيل وين الفنانين من الفعالية الكبيرة؟ والله يا أخي للأسف يعني ما كنا دايرين نسترسل في أو ممكن نتكلم بالطريقة دي لكن في شعور عام بالإحباط نسبة للأحداث المختلف مناحيها سياسية وصحية واجتماعية بكل منحنيات يعني لكن في إحباط عام أنا يعني بالضبط. بفتكر إنه في إحباط عام موجود فخلى فعلا في شح كبير جدا في الإنتاج الفني بشتى أنواعه وما كان في يعني في كمية من الإحباطات موجودة يعني فعشان كده أنا بتصور إنه دي اللي دور أساسي جدا في إنه يكون في شح كبير جدا في الإنتاج الفني حتى على مستوى الحفلات الجماهيريه مع جائحه كورونا ما كان في حفلات يعني ما تخيلينا انس عجاج اقدى الجلاد ديل الاثنين اللي اشتغلوا حفلات اونلاين اشتغلت لايف ما حفله جماهيريه ايوه اونلاين اقدى الجلاد على امازون برضو عملوا الحاجه دي وعشان تعمل تنتج حاجه زي دي ما بتقدر تنتجها براك يعني مثلا نانسي افتكر كان في ناس دعموها اللي هم بقول عليهم المهم مشاركين في الشركات كبيرة إنتاج فما كان ما كل الناس بيلقوا الفرصة دي عشان يقدروا يعملوا لايفات أو يقدروا يعبروا عن نفسهم بالضبط. الواقع الاقتصادي انعكس على الأمر بشكل ظاهر طبعا تماما وربما أكثر فئة اتأثرت بجائحة كورونا وبالإجراءات الاقتصادية اللي انعكست من الجائحة هم الفنانين إذا كانوا فنانين إذا كانوا عازفين يعني مصدر رزقهم الأساسي إذا جاز التعبير بقى في مشكلة. هو قبل الأزمة الاقتصادية اللي هي أسبابها متعددة خلاف الكورونا بس
لكن عموما الفنانين هنا في السودان اصلا هم يعني ما بيلقوا حقهم دائما، ما بكون عندهم التقييم المفترض يتقيموا به، فاغلبهم بيكون عندهم مشاكل ماليه، فكانوا بينتجوا بصعوبه بالغه في اثناء قبل التردي الحاصل هسه ده، فما بالك بالتردي الموجود هسه، ففعلا عمليه شبه مستحيله يعني هسه عشان يتحرك عشان يمشي يسجل في استديو الاسعار ضعفت بصوره مبالغ فيها، هم كمان حتى المنتجين حتى اصحاب الاستديوهات هم لهم حق لانه التكلفه بقت عاليه، فهذا كله ادى فعلا لانه يكون في انخفاض كبير جدا في الانتاج الفني، مع انه انا ملاحظ انه في كميه من الفنانين والفنانات في مختلف مناحي الفن هم بيقاتلوا بيحاولوا بقدر الامكان انهم يحاولوا ينتجوا يحاولوا يكونوا في الموعد، لكن الظروف اللي بتواجههم ظروف صعبة جدا جدا، وما بيقدروا في الغالب يقدروا يتجاوزوها، وما في ما يعني ما في جهات هي قلبة على الـ على الـ على الـ على شغل الـ على الـ على الاتجاه بتاع الفنون في انه هو ممكن يكون قد يعني دوره شنو في التغيير، مع انه واضح تماما لين احنا كسودانيين بالذات في الفترة الأخيرة بالذات في الفترة صاحبة المواكب وصاحبة الثورة السودانية الفن كان له دور أساسي تماما جدا في التعبير عن الرفض وعن الحوجة للتغيير والحوجة للنهوض والحوجة للتقدم، الحاجة دي كلها جسدت في اعتصام القيادة السمة الأساسية اللي كانت موحدة الناس كانت الفنون بمختلف أنواعها، ف واضح تماما، ودي يعني ما محتاجه لانه الناس ترجع او تقرا او تفهم او لا، واضح تماما انه الفنون هي الركيزه الاساسيه اللي ممكن تساعدك وبسرعه جدا في انك كيف تنتج التغيير وكيف تصل للناس في 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 قلوبهم فعليا. وانت بتتكلم انا رجعت بالذاكره لميدان القياده ولما قبل ميدان القياده، الفنون كانت حاضره في المواكب، كانت حاضرة بالأهازيج، كانت حاضرة بالأشعار، كانت حاضرة باللوحات، كانت حاضرة بالجداريات، وجات حولت ميدان الاعتصام نفسه للوحة فنية لو جاز التعبير، الجداريات باتجاه الناس اللي بتنشد باتجاه، وأنا بفتكر معرض حي كان معرض حي موجود، معرض أنت بتجي تشوفه تشوفه في أثناء الإنتاج، تشوفه في بعد الإنتاج، بتشوف الأفكار، بتشوف الناس بتخطي، بتشوف الناس بعد شوية بتبدأ فعلا تنفذ، وكل وما 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 ما يعني ما 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 جزء واحد ما يعني ما شكل واحد من الفنون، يعني بتلقى يعني احنا مثلا الاستاذ جلال يوسف كان عنده جداريه شهيره جدا قصاد معهد التدريب المهني، اثناء ما بيرسم جلال كان في الاستاذ فضل ايوب بيعزف بالعود في المصطبه اللي قدامه دي، وكان في مظهر فني جميل جدا، وكان في شكل بتاع ود وشكل يعني كانت حاجه جميله جدا، ودي كانت مكرره في 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 شتى انحاء القياده، فالفنون فعلا كانت جاذبه جدا يعني القياده ذاتها في ناس كانوا بيجوا بيتفرجوا في الفنون اللي قاعد تحصل، بيجوا للجمال ده، بيجوا بيستمتعوا بالادهاش الكبير اللي كان بيحصل هناك، فعشان كده انا بصير انه كل القطاعات لازم يكون دور الأساسي في إنها تدعم الفنون والفنانين. مشينا وين نحن من ميدان الاعتصام؟ يعني هل الجمال ده يتفضى مع الميدان ولا حصل شنو بالضبط؟ والله أنا ما بقدر أقول يتفضى مع الفض. حقيقة في كمية من الشباب والشابات كانوا مصرين جدا إنه الحاجة دي تمتد. يعني في مبادرات حصلت كثيرة جدا، بعضها مشى رأى النور وبعضها ما قدر يرى النور لأسباب متعددة، لكن في مجموعة كبيرة جدا أغلب الشباب اللي كانوا موجودين هناك مصرين جدا إنه هم الحاجة دي تستمر وتنتقل على مستوى كل السودان. في كثير من القوافل الفنية، في كثير من الورش الفنية سواء كانت في العاصمة أو خارج العاصمة كانت بتحاول إنها تعيد الروح دي، الروح اللي كانت موجودة في الميدان. في الميدان
ونجحنا في تقديرك لحد كبير ما نجحنا طبعا. الواقع في ال... بيرجعنا تاني للإحباط ال... نعم بقى مقيدنا بشكل أو للأسف أو بآخر. لو اتبعنا الموضوع ده كده فيصل يعني من ميدان القيادة طلعنا بجداريات وقفت شامخة جسدنا لشهداء فضل اعتصام نفسهم في أحياء أم السودانية المختلفة مشينا من هناك تخيل لي للتمثال شهيد عبد العظيم تاني وقفنا هناك فيه ما مشينا لأي اتجاه والله طبعا تمثال الشهيد عبد العظيم هو كان تجربة في بدايتها احنا كنا متحمسين جدا كنا بنفتكر بانه احنا حنخط اول لبنة في نهضتنا الثقافية واول كان من التعبيرات الشكل مختلف عن تقديرنا وعن وفائنا لشهدائنا جميعا ربنا يرحمهم امين يا رب. لكن بعد ذاك الموضوع يتحول لشيء فظيع جدا الطريقة أو الأحداث اتصاحبت يوم التنصيب كانت وقبل يوم التنصيب كانت 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 بالنسبة لنا حاجة مفجعة جدا. تقصد الناس الجوع اعتدوا على الجوع اعتدوا على التمثال وكسروا القاعدة قبال ما نخط التمثال وفي أثناء ما إحنا جايين ننصب التمثال كان في احتفالية احتفالية كبيرة يعني وفوجينا بمجموعة ما صغيرة ما بقول مجموعة بسيطة كانت مجموعة كبيرة من المواطنين بيقول إنه يا أخي التمثال ده حرام وبالعكس ما كانوا بيقولوا عليه تمثال كانوا بيقولوا عليه صنم فإحنا قلنا لهم يعني قلنا لهم فرنسا دي أهدت أمريكا تمثال الحرية الكبير ده ما في زول عبدوا يعني بالضبط لحد هسه في عندنا إحنا تماثيل حاضر ماك في تماثيل كثيرة جدا موجودة منذ الأزل ما في زول عبدا يعني ف ليه فموضوع ما 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 موضوع صنم أو موضوع موضوع مفاهيم يعني إحنا حقيقة يعني أصبنا بارتباك شديد جدا وبإحباط كبير جدا و يعني نقول شنو الحمد لله لكن أسا كان في مبادرة كويسة جدا عملها شباب في كلية الفنون قسم النحت تحديدا في تمثال جرد المانس موجود قدام مكتب العميد أيوة. تمثال يتعامل بصورة جميلة جدا وتمثال معبر جدا وأنا أفتكر دي يعني بداية موفقة وإحنا مجموعة من المبادرات مع مجموعة من الشباب عندنا برضو خطط طموحة جدا لأنه يكون في ثورة في موضوع في مجال التماثيل وعموما في شتى مناحي الفنون التشكيلية عموما يعني على أساس إنه يكون في أعمال موجودة بتخلد لأشياء كثيرة إحنا بنفتخر بها هنا كسودانيين داخل الخرطوم وخارج الخرطوم بإذن الله تماما. أنا يتخيل لي نحن أحوج ما نكون للحاجات دي كلها مع بعض عشان ما نوثق لثورتنا السودانية عشان ما نوثق للبطولات عشان ما نوثق حتى للانتهاكات ولحجم الظلم اللي كان واقع على شعبنا فيصل ونحن شعب بيعاني من مشكلة بتاعة الذاكرة يعني بعضنا الآن بدأ ينسى البسالة بدأ ينسى الاستبسال بدأ ينسى الفواجع المرينا بيها كلنا مع بعض كسودانيين وبدوا الناس يقارنوا ما بين الوضع الحالي وما بين الأمس بأي حال من الأحوال هو ما في شيء ممكن يشبه من قبح. هل عندنا مشكلة نحن بتاعت جمال بتاعت سماحة يعني 30 سنة دي شوهتنا بشكل أو بآخر؟ طبعا 30 سنة هي يعني التأثير اللي قامت به يعني هي أصلا المجموعة الجات دي قبل 30 سنة هي أصلا جات ضد التطور ضد الفنون ضد كافة المشاكل المظاهر المتطورة كافة المظاهر التطور سواء كان في الفنون سواء كان في المجتمع سواء كان في شتى المناحي. أنا كنت بقول مرة كنت كتبت يعني قلت إنه ثورة ديسمبر المجيدة دي أدتنا حاجة كويسة جدا أدتنا قصص نرويها لأبنائنا ولأحفادنا قصص عن حب السودانيين لبلدهم عن الطريقة اللي قامت بها الثورة عن
الفنون اللي كانت مصاحبة ليها، ومن ثم بعد ذلك حصل الاعتصام والحصل في الميدان والأشياء اللي كانت مدهشة الموجودة، ومن ثم فاجعة الفض، ومن ثم 30 يونيو اللي هي أعادة تثبيت المفاهيم أو مطالب الشعب السوداني. فدي كان كلها قصص يمكن أن تروى للأجيال المقبلة، دي بتعزز من وطنيتهم، بتوريهم إنه في أجيال ضحت عشانهم هم. إحنا محتاجين، إحنا ما حنحكي لهم بالذاكرة أو ما حنحكي لهم بس بألسنتنا أو لا، إحنا دارين يكون في مظاهر موجودة، يشوفوا لوحات، يشوفوا تماثيل بالضبط، يشوفوا متاحف، يشوفوا يكون في متاحف عن الحاجات دي، عن الأحداث اللي حصلت دي، عشان هم يعرفوا، لأنه ده تاريخ السودان الحديث الحقيقي. من هنا مفترض السودان يبدأ يشكل، السودان الجديد، السودان اللي إحنا بنحلم به يومات يعني. بالضبط. وانت بتتكلم، أنا راجعت حاجات كثيرة مع بعض، يعني عامين من عمر الثورة السودانية، نحن عندنا تواريخ كثيرة جدا بنقيف فيها، لكن للأسف وقفتنا في التواريخ دي كلها بتمشي في الاتجاه السياسي، يعني 30 يونيو، 6 أبريل، 19 ديسمبر، 17 يناير، 6 أبريل الفاجعة بتاعت فض الاعتصام، صبيحة 3 يونيو، كل التواريخ دي قاعدين نقيف فيها بمواكب، قاعدين نقيف فيها بمتاريس، لكن ليه ما فكرنا نقيف فيها بالفنون؟ يعني ليه في يوم من الأيام الكثيرة دي فيصل ما يكون في معرض في أي حي سوداني، معرض يعكس جمال الثورة السودانية، معرض يأرخ للحصل ده يكون قاعد في أحيائنا؟ والله طبعا الأفكار دي دوما موجودة ودوما الناس بتيجي تطرحها، لكن زي ما قلت لك كل الظروف المحيطة ما بتساعد الأشياء دي، ما يعني لازم يكون في تعاون من جهات كثيرة، تعاون من مجموعات كبيرة من الناس، العمل التشاركي في الحاجة دي مهم، لكن عموما بتنجح بعضها وما بتنجح بنسبة كاملة. في 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 شباب كتار جدا في مختلف أنحاء السودان بيحاولوا فعلا إنهم يعملوا الحاجة دي بطابع فني، انهم يعبروا عن المناسبه، وسواء كانت اي واحده من المناسبات الكثيره اللي انتجت الثوره، بانه يكون في اعمال فنيه مصاحبه لها، في بعضها بر النور وبعضها للاسباب الكثيره السابقه دي هي ما بتخلي الحاجه تنجح. لكن انا يعني في النطاق الموجود فيه شايف شغف موجود من نسبة كبيرة من الفنانين، نسبة كبيرة من الناشطين في الأعمال الفنية، من شعراء سواء كتاب، مصورين، منتجين، مخرجين، بتلقى أي مجموعة عندها حلم معين هي بتحاول إنها تنفذه، لكن دائما بيكون في عوائق. برضو عندنا عدم الاحترافية، يعني إحنا ما عندنا معاهد، ما عندنا مراكز، يعني مراكز الشباب في أغلب السودان ما بتلقى فيها الأنشطة دي بعدد اليد، ومحصورة في أنشطة معينة. بالضبط بالضبط بالضبط. فالثورة الثورة 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 مفترض تشمل كل المناحي، يعني الأندية الرياضية، المراكز الثقافية، مراكز الشباب، كل الأمكنة دي ممكن تحول لمصانع للإنتاج الفني، ولمصانع لتفريخ المواهب، ولمصانع لإنتاج الأعمال الممكن تعكس فعلا إحنا كسودانيين نملك قدر شنو من المواهب. عندنا 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 كرشب، عندنا 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 ثقافات متوارثة، هي لو 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 تعولجت بشكل فني جميل، بشكل مدروس، وبشكل محترف، وبشكل احترافي، احنا العالم ده حيذهل بينا، تعكس التنوع السوداني الجميل، العالم ده حيذهل بالكم الهائل من الـ من الـ من الـ من الثروة الفنية الموجودة في السودان بكافة تنوعاته الجغرافية والإثنية وكل الاختلاف الموجود في السودان. الدولة وين من التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ يعني احنا بنفترض اننا في دولة مفترض تكون مختلفة، في نظام مفترض يعكس قيم الثورة السودانية، هل الدولة بتعامل الفنان السوداني
بنفس العقلية بتاعت الدولة القديمة. أنا والله لما تقول لي دولة طوالي بيمشي على مفاوضات، بيمشي على اتفاقيات، بيمشي على قرارات، بيمشي على ما شفتها. أنا ما دار أتكلم عن شخص بعينه، لكن كل الجهاز الرسمي الدولة ما 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 أبدأ أبدا حتى ولو بالكلام. يعني احنا شفنا أنظمة متعاقبة كانوا بيقولوا احنا وحنعمل، لكن ما ما حتى ما في اهتمام. ما 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 يعني ما في اهتمام خالص. الدولة بعيدة جدا من يعني عام كامل، وزارة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة، مجلس الوزراء نفسه غياب تام فيما يلي أمر الفنون. يعني ما شفنا حضور في أي حاجة، ما شفنا غياب تام في كل المجالات. احنا يعني احنا مهتمين بشأن الفن والفنون، لكن غياب تام في كل المجال. المجال الصحي، مجال الامن الغذائي، المجال الامني، كله على بعضه. ما لحد هسه انا ما بقدر، ما دار اقول في فشل، لكن ما في ما في ما في ما في ما في نجاح. ما عندنا دوله لحد هسه انا بالمفهوم السليم بتاع الدوله. ما كنا عايزينه احنا. والاحباط اللي انت تكلمت عنه فيصل في بداية نقاشنا وحوارنا كان ممكن يتعالج بالفنون، كان ممكن يتعالج بالجمال ده. يعني يختلف تماما. أنا لما نطلع من بيتنا وأشوف المناظر بتاعت النفايات المالية الشوارع في العاصمة، من إنه أشوف جداريات، من إنه أشوف مسارح تشتغل في الأحياء، من إنه أشوف الساحات السودانية بتتقدم فيها عروض بتاعت أفلام قصيرة أو أفلام طويلة، ده كان ساهم ذاته في إنه يغير شوية من المود اللي نحن عايشينه ده. والله حقيقة كان في موجة بعد التوقيع الاتفاقية على ما أذكر. كان بدأت الناس، كان في موجة بتاعت أنشطة فنية زي دي، كان في سينما في بعض الميادين، كان كل الشباب كانوا متحمسين، وكانوا يعني كانوا بينتجوا. الجداريات كانت موجودة في كافة بالضبط، حتى في الأقاليم. يعني إحنا تعاملنا مع شباب من سنجة ومن الدمازين ومن بور سودان وكسلا، وكان في تعاون حتى تنسيق من الخرطوم هنا في انهم تتنفس جداريات في الأطراف، في مدن الأقاليم وفي الأطراف وكده. لكن وكانت موجة، كانت موجة، وبدت موجة، يعني موجة كانت زي ما بيقولوا موجة عاتية جدا، لكن اتكسرت إلى حد كبير جدا. السنة بقدر أقول لك هي موجة، لكن تراجعت بشكل بصوره كبيره جدا. المصيبه انه الواقع السياسي دائما بيلقي بظلاله على التفاصيل دي. احلامنا كانت اكبر من كده بكثير وانقى. فيصل، انا واحد من الناس كنت بحلم بمواكب من الاطراف تجي للخرطوم، بازياءنا السودانيه المختلفه، بثقافاتنا السودانيه المختلفه. كنت بحلم بمواكب من الاطراف تمشي لاطراف تاني عشان ما يتعرف السودانيين على بعضهم، يرقص اي زول رقصته، اي زول ياكل اكلته السودانيه. لكن ما دام لسه بنتنفس، قدامنا عشم كبير جدا فينا اننا نقدر نحقق الحاجات دي. عموما احنا ما عندنا حل غير كده. اول حاجه احنا لازم نقتنع بالشيء ده. احنا ما عندنا حل غير انه احنا نقاتل. والقناعه الموجوده عندنا بتاعت انه الفنون باشكالها هي جزء كبير جدا من الحل، القناعة دي لازم تترسخ، ولازم دائما وأبدا نكون مستعدين لأنه إحنا نبادر. المرة الأولى ما نجحت، المرة الثانية بتنجح، المرة الثانية ما نجحت، المرة الثالثة. لكن عموما الـ يعني الحاجة المفترض الناس تخدها في 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 قلوبها إنه ما عندنا حل غير كده. مرة ننجح، مرة نفشل، مرة نفشل، مرة ننجح، لكن في وقت ما احنا حننجح بعون الله تعالى. وفي وقت بتصارعوا فيه الناس فيما يلي أمر المناهج السودانية، خلينا نرسل رسالة للمعنيين بالأمر إنه خلوا عظم حاضر في المناهج السودانية، خلوا كشة حاضر في المناهج السودانية، بومبامان خلوه قاعد في المناهج السودانية عشان ما نربي جيل سوداني على قيم الحرية والسلام والعدالة. ويتخيل لو نجحنا في الحاجة اللي نحن هنكون ضمننا بشكل مباشر تماما مستقبل السودان شكله عامل،
كيف؟ خلونا نعالج المشاكل المجتمعية الحقيقية في مناهجنا السودانية، لوني ولونك، ديني ودينك، قبيلتي وقبيلتك. خلونا نفهم أولادنا وبناتنا إننا كلنا سودانيين، كلنا من آدم وآدم من تراب، إننا كلنا مع بعض متساوين في حقوقنا، متساوين في واجباتنا. في وقت أهون ما يكون فيه الاختلاف الاتفاق قاسي، لكن لما تلقى المشترك بيني وبينك هو ماضي وحاضر ومستقبل بربطنا كلنا مع بعض، هنتفق، هنلقى أرضية تلمنا كلنا كسودانيين مع بعض. صرحنا نحن تماما في الونسة مع فيصل من مهرجان السودان للسلام والموسيقى، لكن هنطلع فاصل وهنرجع نكمل. وانتو زي ما انتو الموجة مكان القلب، هنعرف أكثر عن المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى. يبقى فاصل ونرجع نكمل. هلا 96، نحن انتو معنا نبدع، معنا نزدهر ونحقق النجاح، معنا نتغلب على الصعاب، معنا نصل إلى طموحنا وننجز المستحيل، معنا نبتكر حلولا مالية إسلامية عصرية، معنا نتميز بأدائنا ونرضي عملاءنا، معنا نرتقي بوطننا، معنا نبدأ التغيير لحياة أفضل. بنك فيصل الإسلامي، معا نبني المستقبل. هلا 96، أسمعنا بقلبك. يومنا بادي عادي هادي والكريم حنين علينا، نساسك في الطريق من مدني لجينينا، اليوم كله رايح ومقضينه في الكابينة، نسابق في الزمن نلحق ميعاد السفينة، فجأة نسمع صوت أقوى من السارينة، ندية حبة زيت نلقى الكبوت ما بينا، برايم هو الضمان اللي بيحرك الماكينة، برايم من أمدي بنمشي وما علينا، أيا كانت الظروف عربيتك في دينا مينا، عربيتك في دينا مينا، برايم من أمدي. أسمع المحرك قبل ما تحرك، للاستفسار 64 64. ام بي لوبريكانت. هلا 96، اسمعنا بقلبك. في الدنيا ما في مكان اجمل من السودان، في مكان أجمل من السودان، بلد الجمال، بلد الخير كثير وشرفا كبير، ونبقى نحن منه جزورنا أصلا من السودان. ياهو السودان، شاي الغزلتين، ياهو دشاهينا. هلا 96، أسمعنا بقلبك. عايز تشتري بيت أحلامك أو قطعة زراعية وسكنية، أو عايز أنت تبيع عليهم، خيارك مجموعة حسب مجموعة حسب العقارية. لو عايز فيلا حسب أو بيت في الحلة حسب، أول بأول حسب، اختار الأفضل حسب، اختار الأحسن حسب، الاسم الأضمن حسب، خليه خيار حسب ومعه. مجموعة حسب العقارية، الاسم الأشهر في بيع وشراء العقارات في السودان. للمزيد يمكنكم الاتصال بالخط الساخن 29 42. مجموعة حسب العقارية. هلا 96، أسمعنا بقلبك. مجازيزو شيبس الذرة، أجمل نغم وأجمل طعم، صحي وطبيعي من بركة نعمة من الله كلها مهم. مجازيزو كاتشب حار، مجازيزو توابل وخضار، مجازيزو كمان البيتزا، مجازيزو وكرات الجبنة، مجازيزو نكهات لذيذة وصحية من الذرة 100%، من بركة أغلى هدية. منتج من مصنع بركة للشيبس. بركة
الأصل والبركة. هلا 96 أسمعنا بقلبك. كم في المية تزيد لعندك أكسب بكرة واختار أرضك في الأحلام الدنيا تعزك شوف أني المتناول يدك رحاب شهاب في النص يا جنبك بكل سهولة سدد قصدك شهادة بحثك في جيبك كهربا موية خدمتك عندك تعال بلا عندك أزبل سندك من أوزة العقارية عروض مختلفة ومخططات بتناسب الجميع مقدمات بتبدأ من 10% وحق الشباب اللي بيبدأ من 2999 جنيه بس اتصل على 2868 واعرف أكثر تعال بالعندك أوزبت سندك هلا 96 أسمعنا بقلبك 15 سنة معاكم في السودان 15 سنة أجمل عشرة ومعاكم مكملين لبكرة بمناسبة احتفالنا ب 15 سنة معاكم الكل موعود بهدايا بدون حدود ترقبوا السحب المباشر على هدايانا كل يوم جمعة الساعة 7 مساء مع جلواك على شاشة سوداني 24 جنيهات الذهب تلفونات والجوائز الأكبر سيارات توسان 2020 السحب يشمل كل المشتركين المفاعلة أرقامهم قبل يوم 23 ديسمبر 2020 MTN معك في كل مكان يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك غيابي هلا 96 أسمعنا وسمعنا صوتك رصة ومنصة مع حسن بكري برعاية بنك فيصل الإسلامي السوداني معا نبني المستقبل أحمد الهادي على صفحتنا على الفيسبوك بنزيمة شكرا للوردة الجميلة يديك الصحة والعافية تسلم يا عزيز سحس بومبا يديك الله الصحة والعافية محمد عثمان عبدو خالد أحمد بشير أحمد بشير بيقول مساء الخير عليك يا حسن مساء النور يا صاحبي وتحية لضيفك رجاء ما تنسوا ضرورة اهتمام الدولة بالفنون ودعمها بصورة مؤسسة لأن المحاولات الفردية والدعم الخاص هدفه يسد فركة التقصير في توجه الدولة وسياسات المتعلقة بالفنون وعجزها المالي ما ممكن تستبدله بالحاجات الفردية أو المبادرات اللي بتجي من هنا أو من هناك بتكلم برضو عن نقطة ثانية ضرورة اكتشاف المواهب الوليدة والاهتمام بها وده داير نقاش كبير جدا وده اللي بنتمناه كلنا مع بعضنا يا صاحبي يديك الصحة والعافية عوض الجراري الشاعر أمسية زي ما تشتهي سامر محمد أحمد عبد الله ميادة جميعا يديكم الصحة والعافية يا رب نرجع للبوست على صفحتنا على الفيسبوك قلنا عن المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى مع أستاذ فيصل عوض أستاذ فيصل عرفنا على المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى مهرجان السلام مهرجان السودان للسلام والموسيقى هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص خارج وداخل السودان بمختلف تخصصاتهم بمختلف اهتماماتهم احنا كلنا اتجمعنا واتفقنا على انه عاوزين نكون جزء من التغيير وعاوزين نكون جزء من الداعمين لمطالب ثورتنا المجيدة وعندنا قناعة تامة بأنه الفنون هي زي ما كنت بقول قبل هي الداعم الأكبر للأحلام وللتطلعات اللي بينشدها الشعب السوداني للسودان اللي احنا عاوزينه في المستقبل القريب إن شاء الله احنا مجموعة تكوننا من أفراد شخص الضعيف فيصل في السودان أنا ومعي
أحمد حكمت هو برضو إعلامي بتعرفوه في كابيتال، ومعانا الأستاذ حسام الطيب هو مقيم الآن في هولندا وهو مدير التنفيذي للمجموعة، وهو رجل عنده خلفية اقتصادية كبيرة، اشتغل في مؤسسات اقتصادية كبيرة في ألمانيا وفي هولندا، وعنده شغف وعنده نهم كبير وعنده اقتناع كبير جدا بأنه الفنون السودانية ممكن تحدث تأثير على مستوى العالم. في إلهام من الولايات المتحدة، إلهام هي زولا فنانة تشكيلية وبتعزف عدة آلات موسيقية وبتغني، وهي أصلا قارية بتدرس في الاي تي، هسه طالبة دراسات في معهد MBI. في إسراء دي برضو موجودة في الولايات المتحدة، هي مديرة لعدد من المتاحف في جامعة واشنطن وفي جامعة لي، عندها خبرة كبيرة جدا في إدارة الأنشطة الفنية والمعارض، وبرضو بتتفق معنا في نفس الشغف اللي احنا متفقين فيه. خالدة هي زولا اشتغلت في مجال الميديا واشتغلت في أماكن كثيرة جدا، وهي موجودة الآن في الإمارات. ديل تقريبا هم الإدارة التنفيذية للمهرجان السوداني للسلام والموسيقى. غالبيتهم برسان يعني ملاحظة. احنا اثنين بس الجو السودان انا واحمد. المسافات ما وقفت بين الناس، الدرجة قدم بقدم يا طبعاً. فيصل من اي طبعاً. موقع ايا كان. طبعا احنا يعني التواصل اليوم بيناتنا ما بقيف، دائما بنحاول نتبادل الافكار، دائما في اقتراحات، دائما بنحاول نبني علاقات وتشبيكات مع مبادرات اخرى، مع منظمات اخرى، بنحاول نعقد شراكات مع كل من يمد يد العون، وممكن احنا سويه نقدر نقدم شيء نستفيد منه جميعا، احنا كسودانيين كان في داخل السودان او خارج السودان. ما تناولنا الجزئيه بتاعت الشراكات، هنرجع للمهرجان ونفصل عنه اكثر، لكن خلينا نشوف شراكتكم مع الجمعيه الامريكيه، الاسم سليم ولا الجمعيه الطبيه السودانيه الامريكيه. ها نعم. تكلمنا عن الشراكه دي شكلها شنو؟ طيب انا هتكلم شويه عن الجمعيه الطبيه السودانيه الامريكيه اللي هي سما. هي جمعيه مجموعه من الاطباء السودانيين في الولايات المتحده، هم يعني كلهم اجتمعوا واتفقوا على انه هم لازم يكونوا سند، هم لازم يكونوا جزء من الداعمين لمجال الصحه في السودان، وظلوا منذ تقريبا 3 سنين هم أو سنتين، هم كانوا بدوا يرسلوا مساعدات وكانوا حاضرين دوما. الأخت إسراء اللي هي عضو معانا في الجمعية، هي قدرت تتواصل معاهم وجات كلمتنا، قالت إنه في الجمعية دي، جمعية اللي هي اختصار اسمها سما. هم قاعدين بيعملوا في حملة بتاع التبرعات لمجابهة جائحة كورونا وبعض الاحتياجات الطبية العاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية في السودان. فهم كان عندهم حملة جادة جدا وبدوا فعلا جمعوا كمية كبيرة جدا من الأدوية والمستلزمات. احنا إسراء عرضت علينا ان احنا ممكن نقدر نشاركهم نساعدهم كيف. قررنا ان احنا ندفع او نساهم في تكاليف الشحن من الولايات المتحدة الى السودان، اللي هي التكلفة تقريبا تناهز $20,000. فاحنا عملنا مبادرتنا بانه احنا نوفر على الاقل نص المبلغ اللي هو $10,000. فكان الاقتراح بانه احنا نشبك مع مجموعة من الفنانين التشكيليين السودانيين خارج السودان،
اتفقنا معاهم او اتكلمنا عن انه احنا هم حيتبرعوا لنا باعمال واعمال قيمه، هم فنانين محترفين وموهوبين، فقررنا انهم او اتفقنا انه هم حينتجوا اعمال او عندهم اعمال منتجه جاهزه هم حتتعرض للبيع لصالح المبادره دي. وفعلا يعني تقريبا احنا وصلنا لجزء كبير جدا من الـ من الـ من المبلغ التارجتنج له، يعني اول المبلغ اللي احنا فعلا محتاجين نقدر نجمعه عشان ندعم موضوع الترحيل ده. واقفين هسه في محطه معينه ولا؟ والله احنا ماشيين يعني الحمله ماشيه كويس، عندها كم منصة في الفيسبوك، في كل وسائل التواصل الاجتماعي شغالين يعني. وزي ما قلت لك احنا وصلنا تقريبا قربنا نصل للتارجت بتاعنا وللهدف بتاعنا لكل المبلغ. لكن احنا انا قلت احنا جايين عشان نلقي الضوء على الـ على الـ على الفعالية دي او على الشراكة دي، بس احنا عاوزيننا تكون يكون ده شكل التعامل بين الـ بين الـ بين الـ بين, الـ بين كل التجمعات المختلفة بين كل المبادرات، إنه الناس تعقد شراكات على أساس إنه تسهل على بعض في إنه كيف تقدر تنتج. يعني في ناس بيعرفوا يفكروا في إنهم اعملوا فعاليات أو اختلقوا فعاليات أو 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 أو, أو شتى مناحي الطرق، يعني في إنه هم كيف يقدروا يحققوا أهداف، سواء كانت أهداف عندها علاقة بالصحة، سواء كانت أهداف عندها علاقة بالتعليم، سواء أهداف عندها علاقة بشتى مناحي التنمية المحتاج لها سوداننا. التشبيك عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا، نحن عندنا مشكلة عموما في العمل نعم الجماعي تخيل لي. نعم. يعني لما نكون أفراد بنشتغل تمام، مجرد ما نتحول لجماعة بتظهر مشكلات هنا مشكلات هناك. قاعد تلاقيكم الحاجات دي ولا أنتوا معافين منها يعني؟ أنا شخصيا ما لقيتني مع المجموعة اللي إحنا بنختصر روحنا اللي هي سودانيس بيس أند ميوزك فيستيفال اللي هي SPMF. إحنا في SPMF عموما إحنا متفهمين مقدراتنا كتيم، كل زول عارف يروحه بيعمل شنو، لكن يعني ما حصل تواجهنا مع كل الشراكات اللي حصلت معانا الحمد لله، يعني ما حصل استكينا في الحاجه. لكن انا شخصيا في مبادرات اخرى يعني حصل استكاك حاجات بسيطه جدا ممكن تضيع جهد كبير. طبعا طرف متمسك برأي طرف ثاني متمسك، مشكله كبيره طبعا. المهرجان شكله مفترض يكون عامل كيف تصوركم له؟ طيب المهرجان هو عموما احنا دي ما اول مره، احنا اول مهرجان كان في المانيا في فرانكفورت في منطقه اسمها اوفنباخ، كان عباره عن مهرجان جمع فيه كميه من الفنانين السودانيين بشتى المجالات الفنيه، في مغنيين، في رسامين، في مجموعه من المصورين، فكان مهرجان كان له صدى كبير جدا، كان بمشاركة مجموعة مقدرة من الفنانين. كان على سبيل المثال الحصري بذكر الأستاذ الصادق شيخ الدين، الأستاذ طماضر شيخ الدين، في مجموعة من الفنانين لا تسعفني الذاكرة على أنه أذكرهم، في الأستاذ الكبير حسن موسى جا من فرنسا، هو موجود في فرنسا وجاء شارك في المهرجان، في الأستاذ زكي المبارن، في كمية من المجموعة كبيرة جدا من الفنانين السودانيين. ده في ما يختص بالمهرجان في ألمانيا. في الشتاء الفات في شهر 11 عملنا مهرجان SPMF في السودان، كان في منطقة بحري الصافية، وعلى ما أظن هالجات غطت جزء من الفعاليات، كان لمدة 3 يوم. إحنا جينا كان في نادي الصافية، كان نادي مهمل جدا، إمكانياته كانت مهدرة، نادي كبير في حي عريق، فيه مجموعة كبيرة من
من الناس المختدرين، فجينا عملنا الفعالية دي هناك. فكانت زي ما تقول إشارة للمنطقة أو للناس الموجودين هناك بأنه ممكن بأنه ممكن في حاجات كثيرة جدا تتحمل. النادي بمشاركة الشباب من الصافية، من داخل الصافية، من خارج الصافية، النادي يعني أعيد تأهيله بصورة جميلة جدا جدا. اتلون فيه كمية من الجداريات، عملنا أرضية بتاعت مهرجان كويسة جدا. المهرجان كان متعدد الأشكال، يعني اهتمينا بأنه يكون فيه ورش بتاعت عمل لعدة مناحي. كان فيه ورش بتاعت عمل عن الصحة، الثقافة الغذائية، عن الحقوق الملكية الفكرية، عن المحتوى اليوتيوب، عن تمكين المرأة. يعني كان في عدة ورش كانت كلها كانت بتتكلم عن 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 أشياء بتساعد في 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 التنمية وفي الترسيخ فهم التنمية وفهم الديمقراطية والعدالة والديمقراطية والعدالة الشاملة يعني. وكان في أنشطة فنية، وكان في تبرع، حملات بتاع التبرع بالدم. يعني كان في نشاط يعني ما كان مطروق في الوقت ذاك. فبنفتكر انه المهرجان كان ناجح جدا. يعني اقل شيء تاثيره بعد ما المهرجان انتهى، تاثيره على مدينه الصافيه. يعني الصافيه، ابناء الصافيه واهالي الصافيه كلهم بيقوا مركزين في انه احنا ننظف اضاءه الشوارع. بيقوا مدمنين على الانجاز، بيقوا مدمنين على المبادرات الطوالي. في مبادرات طوالي تكونت مجموعات في الواتساب، في وسائل التواصل الاجتماعي، في انهم يقربوا وجهات النظر. ويعني حصل نشاط، البيوت اغلبها كانت ساهمات وكانت يعني كان في نشاط في الصافية الفتره ديك. بقت من انظف الاحياء في العاصمه يعني. وبرضه كانت موجه وللاسف تراجعت. نحن في بواكر عام جديد، شنو الجاي في الطريق؟ يعني هل بتخططوا لحاجه الان؟ احنا والله كنا بنخطط طبعا، لانه نعمل المهرجان بتاع سنه 2020، وده كان في 2019. احنا كنا دايرين نعمل في 2020، لكن الجائحه بتاعه كورونا طبعا يعني كان لها الاثر الكبير في انه تجهيد او مش تجهيد، لكن ما تخلينا ننفذ الفكره اللي كنا عايزينها بكل او على الاقل بالجزء الادنى، بالحد الادنى منها. كنا بنفكر او كنا مخططين انه نعمل مهرجان ما يعني ما في منطقه واحده في السودان، في اغلب النواحي الجغرافيه في السودان في اوقات مختلفه، لكن كلهم بطريقه ما حيكون فيهم ربط. وكنا احنا اصلا بنتكلم من السودان للسودان ومن السودان للعالم خارج. فدي كانت فكرتنا، انه احنا نخلق يعني علاقة ما بين المهرجانات في المناطق المختلفة، ونطلع منتج هو خارج من كل المهرجانات دي ونوريه للعالم. فدي كانت فكرتنا الأساسية، لكن ما بتتوافق أبدا مع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، انتشار جائحة كورونا. ياهو بدينا نشوف إنه إحنا ممكن نعمل شراكات مع يعني ما نقف إحنا بقدر الإمكان نحاول إنه ننتج أو نحاول إنه نساعد في إنه إحنا نعمل حاجات. برضو عندنا فكرة إنه نعمل فيلم باسم المهرجان. الفيلم مفترض يعكس كل الأنشطة الفنية في السودان، ومفترض تكون في أنشطة فنية هي معمولة مخصوص للفيلم، أو إنه إحنا نقول أنشطة معمولة دي كلها تبقى في شكل فيلم، برضو نقدر نصدره للعالم على أساس إنه يشوفوا مدى الفعاليات ومدى الأنشطة ومدى الثقافة اللي بتمتع بيها والتراث اللي بتمتع به السودان.
فيما يلي الشراكات، هل عندكم شراكات مع لجان المقاومة والأحياء أو لجان الخدمات والتغيير؟ اشتغلتوا حاجة مشتركة؟ تخططوا لحاجة؟ والله يعني مرة واحدة في مهرجان، المهرجان الفات في نادي الصافية، يعني لجان المقاومة كان ليها يعني لجان المقاومة ولجان الأحياء في الصافية هم كانوا الدينامو الرئيسي. يعني الشباب ديل يعني الحاجة احنا بنفكر فيها هم بنفذوها. يعني احنا بنفكر بنقول دايرين بنقول احنا دايرين نحاول نعمل كده، منين نلقى الحاجات دي كلها؟ تم immediately خلاص الحاجات دي قاعدة بدأت تتنفذ، وفي أسرع وقت بتتنفذ. يعني كانت تجربة عظيمة، كانت تجربة جميلة جدا المهرجان ده. وفي طبعا يعني احنا لو كانت لولا الجائحة او لو كنا احنا فعلا بدينا ننفذ في المشروع بتاع 2020 اكيد كان يكون عندنا شراكات كبيرة جدا مع الشباب في لجان المقاومة في الاحياء الثانية. الطبيعي انه التجربة دي تتعمم، يعني احنا احوج ما نكون الاندية السودانية في احيائنا السودانية المختلفة، يا اما تقفلت يا اما تحولت لأوكار كلها على بعضها محتاجة لمبادرات زي دي. فيصل تحول وجديد، بدل ما نقعد في عمود الكهرباء نجي نقعد في النادي، يعني أنشطة مختلفة حاجات مختلفة. والله يا أخي يعني إحنا ده المؤمنين به أصلا، مؤمنين بأنه حتى الأمة هي لو داير تنهض هي اللي بتنهض بنفسها، ما الحكومات اللي بتنهض بالأمم. احنا عشان 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 نتقدم وعشان نتطور لازم احنا ذاتنا نكون قنوعين، واحنا ذاتنا نكون شغوفين بالحاجه دي، واحنا ذاتنا نكون عندنا المقدره لانه احنا نواجه التحديات دي في سواء كان في الاحياء سواء كان في كافه المناطق. عموما انا في شباب، يعني الشباب هنا في اغلب المناطق السودان هم يعني متحمسين، دائما بتلقاهم متحمسين لانه لو في اي نشاط لو في اي حاجه ايجابيه هم دائما بيكونوا حاضرين متحمسين. فاحنا مقتنعين تماما بانه الـ 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 الطريقه دي في العمل هي الطريقه المثلى لانه احنا نقدر نحقق. عندكم كادر نوعي لو جاز التعبير في المبادره معاكم، سميت بعضهم بالإضافة لناس ممكن يكونوا موجودين معانا في السودان، ما في تخطيط لتدريب تأهيل ورش بتاعة عمل؟ والله الكلام ده كله ضمن الخطط كله ضمن الخطط. حتى احنا عندنا زي بروشور تعريفي كده مكتوب فيه كل الخطط بتاعت كنا مع التزمين نعملها في 2020، من ضمنها فيها حتى على مستوى اكتشاف المواهب، حتى على مستوى التدريب ورش العمل في كافة المجالات حتى الطبخ. احنا عندنا كان عندنا او لحد هسه عندنا تصور لانه الناس تقدر تطور روحها في المجالات دي. كيف التمويل بيجي في عائق دائما؟ طبعا شغالين هسه بتمويل ذاتي ولا في جهات بتدعم؟ والله احنا بنطرح المبادرة على جهات كثيرة على اساس انه هم يكونوا جزء من يشاركونا في الحاجة دي وهم يدعموا المبادرات دي ماليا، وتقريبا موفقين لحد ما، مع انه ما بالمستوى اللي انت عايزه دائما، لكن موفقين او قادرين نخلق شبكه بتاعت علاقات بعده طرق. برضو يعني مستفيدين من انه الشباب اللي برا السودان برضو هم عندهم علاقاتهم وبيقدروا يعني يتفاهموا مع ممولين على اساس انهم يقنعوهم بالرؤيه بتاعتنا، على اساس انهم يساعدونا في انه احنا نقدر ننجز الأشياء دي. وبرضو عندنا أمل في بعض المؤسسات السودانية يعني إنها برضو تقيف، ما تقيف معانا إحنا، هي حتقيف مع الناس كلها في الحاجة دي. فبإذن الله بتتجازف بعون الله تعالى. منصاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، لو في صفحة على فيسبوك أو تويتر أو غيره، يا ريت تشاركنا الرابط في التعليقات للشباب الحابين يتواصلوا معاكم
يقدر يضغط على في منصات في مواقع التواصل الاجتماعي ال SPMF في فيسبوك دي منصة حاضرة ممكن وهي بيلقوا فيها اللينكات لكل الشراكات بتاعتنا ولكل الأنشطة الحاجات الحصلت والجاية في والحاجات الجاية في الجاية في الطريق شاركنا برضو بالرابط فيصل معليش على صفحتنا على الفيسبوك الشباب يضغطوا على اللينك يكون أسهل يتواصلوا مع المبادرة بشكل مباشر. عبد المجيد يديك الصحة والعافية. العلاقة مع لجان الأحياء ولجان المقاومة في السودان خطوة سليمة وضربة معلم نرجو إنه تستمر ونحمد الأستاذ حسن دانا يديك الصحة والعافية طرحه للموضوع ده في النقاش يديك الصحة والعافية أستاذنا تسلم كثير شكرا جميلا لك. نحن لسه متواصلين مع فيصل ومتواصلين مع المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى محاور تانية هنجيها بعد الفاصل. الكراهية الماشية تنتشر يوم بعد يوم شنو دور الفن ودور الفنان في انه يقلل من خطاب الكراهية اللي بقى مسيطر على الناس. السلام المطلب اليتيم كلنا مع بعضنا مرقنا بالنادي به وحرية سلام وعدالة. وين الفنون السودانية المختلفة من قضية زي قضية السلام وبالإضافة لمحاور تانية هنجيها في الطريق. يبقى فاصل ونرجع نكمل. هلا 96 نحن انتو معنا نبدع معنا نزدهر ونحقق النجاح معنا نتغلب على الصعاب معنا نصل إلى طموحنا وننجز المستحيل معنا نبتكر حلولا مالية إسلامية عصرية معنا نتميز بأدائنا ونرضي عملاءنا معنا نرتقي بوطننا معنا نبدأ التغيير لحياة أفضل. بنك فيصل الإسلامي معا نبني المستقبل. هلا 96 أسمعنا بقلبك. في الدنيا ما في مكان أجمل من السودان في الدنيا ما في مكان أجمل من السودان بلد الجمال الخير كثير وشرفا زورنا أصلا من السودان. ياهو السودان شاي الغزلتين ياهو دشاهينة. هلا 96 أسمعنا بقلبك. في كل وقت وكل ظرف بمر بيه بتحتاج للبعينك وبيسندك ويشاركك ولما تكون الظروف صعبة شديد بتحتاج للبيقيف معاك شديد وبيقويك لحد ما تعدي بسلام. زيوت توتال روبيا لمحركات الديزل شركة الظروف الصعبة وصديق العمر لكل محركات الديزل في العالم باعتماد أكثر من 200 من مصنعين محركات الثقيلة في العالم. زيوت روبيا آخر تكنولوجيا الزيوت. توتال حماية أكبر كيلومترات أكثر. هلا 96 أسمعنا بقلبك. عربيتك دايما عطلانة والمكانة من الزيت تعبانة جبلها بيدور غيار الزيت في ديرة تحطه جبلها بيدور على تغني أفضل حلول جبلها بيدور. زيوت فيدول زيوت إنجليزية عالية الجودة بخبرة تمتد لأكثر من 100 عام. زيوت فيدول تزيد من كفاءة أداء المحرك وتعطيه كيلومترات كما أنها تتحمل أقصى درجات الحرارة. فيدول اختيار المحترفين لأكثر من قرن. فيدول من بترولا هاتف 4052 هلا 96 أسمعنا بقلبك. وتلمينا وتلمينا والسكة الحلوة سوا مشينا في كل مكان أي مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا. وتلمينا وتلمينا والسكة الحلوة سوا مشينا في كل مكان أي مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا. أنا معك وإنت معايا شايل أحلامك جوايا أجمل عيلة وكل يوم زيدي أصحاب وأحباب وأحلى حكاية. وتلمينا وتلمينا والسكة الحلوة سوا
سوا مشينا في كل مكان اي مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا 15 سنة بينا الحب 15 من قلب لقلب 15 وما قلقان 15 في كل مكان 15 سنة معاكم في السودان 15 سنة أجمل عشرة ومعاكم مكملين لبكرة ترقبوا السحب المباشر على هدايانا كل يوم جمعة الساعة 7 مساء مع جلوات على شاشة سودانية 24 جنيهات الذهب تلفونات والجوائز الأكبر سيارات توسان 2020 السحب يشمل كل المشتركين المفعلة أرقامهم قبل يوم 23 ديسمبر 2020 MTN معك في كل مكان هلا 96 أسمعنا بقلبك نقدر كلنا هايبر ديل بتهنيكم بالاستقلال بحبك يا سودان هلا هلا 96 FM يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك غيابي هلا 96 أسمعنا وسمعنا صوتك رصة ومنصة مع حسن بكري برعاية بنك فيصل الإسلامي السوداني معا نبني المستقبل رجعنا مكملين رصة ومنصة على هلا 96 FM على المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى مع أستاذ فيصل عوض أستاذ فيصل شاركنا بالرابط بتاع المجموعة على صفحتنا على الفيسبوك الشباب بالضغط على الرابط ندخل ونعرف أكثر عن المجموعة الفعاليات القامت والفعاليات الجاية في الطريق نون حامد يديك الصحة والعافية شكرا للقلب الجميل صديقتنا في أمسية زي ما تشتهي يديك الصحة والعافية قبل ما نرجع للمحور قلنا مفروض نتناول فيصل الكراهية ودور الفنانين في إنهم يحاربوا خطابات الكراهية اللي بقت منتشرة لا سيما في الأسافير خطابات التنمر وغيره قبل الفاصل اتكلمت عن فنانين سودانيين ساهموا بلوحاتهم ساهموا بأعمالهم في المبادرات اللي اشتغلتوها في الفترة الفاتت محبة كده من القلب للقلب نقول لهم شكرا ونعرفهم ديل ذاتهم منو قاعدين وين هم مجموعة مقدرة من الفنانين خارج السودان هم يعني شاركونا في المبادرة المشتركة مع الجمعية الطبية السودانية الأمريكية هم عرضوا منتجاتهم الفنية وساهموا بالعائد بتاعها لدعم المبادرة هم مجموعة مقدرة احنا بنرفع لهم القبعة تحية وإجلالا اليوم عندنا الأستاذة دار النعيم من إسبانيا والأستاذة إجلال أحمد من أمريكا والأستاذة الكبير حسن موسى من فرنسا والأستاذ حسين سالم من جنوب أفريقيا وعندنا برضو الأستاذ إسلام زين العابدين من فرنسا وفي الأستاذة رشا أوشي من جنوب أفريقيا وفي الأستاذة سحر عبد الكريم من أمريكا وفي الأستاذة سمر عبد الله من أمريكا في ياسر أبو الحرم من أمريكا وعندنا الأستاذ زكي مبوران من ألمانيا وممكن كمان وفي برضو الأستاذ ريم نعيم برضو من أمريكا ديل كلهم هم ساهموا بأعمالهم الجميلة أعمالهم
فعلا كانت دعمت المبادرة ودعمت المشروع بشكل جيد جدا. أقول لهم شكرا شكرا كثير لكم، والسودان دائما فخور بكم، وربنا يوفقكم دائما، انتم سفراء لنا في كافة مناحي العالم يعني. شكرا جزيلا. وسوف نقدر بعون نعم. الله نعم. ربنا يديهم الصحة والعافية. السلام المطلب اليتيم كلنا مع بعض في ديسمبر المجيدة. فيصل مرقنا بالردة حرية سلام وعدالة. اتوقع اتفاق سلام ما بين الجبهة الثورية وما بين حكومة الفترة الانتقالية، وكان المهرجان في ساحة الحرية بالخرطوم. أيا كانت آراءنا السياسية حول الأمر، وين الفن؟ وين الفنانين من توقيع اتفاق السلام؟ يعني احنا تخيلنا انه هنشوف العاصمة الخرطوم في اليوم ذاك بتتحول هي نفسها للوحة فنية بتنادي بالسلام، بتنادي بالقيم بتاعت السلام. ليه كلنا مشينا في الاتجاه السياسي دي محاصصات ما محاصصات؟ وين دورنا كفنانين من قضية زي السلام؟ والله عموما يا حسن، انا شخصيا على قناعة بانه احنا لو قعدنا نباري الراهن السياسي والحاصل كمية الإحباطات فعلا حنبدأ جدار بينه وبين الإنتاج الفني والإبداع الفني. القناعة هي إنه الناس مفترض تقتنع إنه هي تعرف تعمل الحاجة اللي تعمل الحاجة اللي بتحبها وتعملها. الفنان يشيل ريشته، يشيل زميله، يشيل آلته الموسيقية ويعبر عن 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 شعوره شنو تجاه السلام او عن شعوره شنو تجاه الوضع الراهن عموما. حتى لو داير يعترض، الفنون هي منصة جيدة جدا للاعتراض، وهي منصة راقية جدا للاعتراض، وهي منصة راقية جدا ومنصة جيدة جدا برضو للاحتفال. فأنا بناشد كل الفنانين وكل المهتمين بالفنون، أنا بناشدهم بأنه إحنا يعني نملى السودان فنون، نملى السودان جمال، نملى السودان إبداع. برضو بناشد الجهات الشركات الكبرى، بناشد الشركات العاملة في كل المجالات، هي محتاجة برضو لاستقرار، والاستقرار بيجي بالسلام، والسلام بتدعم الفنون. فأدعم الفنون، أدعم الفنانين، أدعم المبادرات الفنية. عبروا عن 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 منتوجاتكم كلها، أو عن النشاط، مهما كان النشاط التجاري أو النشاط الصناعي أو النشاط الزراعي، في كافة الأنشطة الاقتصادية عبروا عنها بالفنون. أدعم الفنون، خلاها تعبر لكم عن 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 دوركم أنتوا برضو في 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 دوركم الاقتصادي أو دوركم الصناعي في 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 تنمية المجتمع. خلوا الفنون تكون مشاركة لكم. أنا بفتكر دي بتكون شراكة كويسة جدا جدا بين المؤسسات وبين التجمعات الفنية والمبادرات الفنية أو الفنانين كمؤسسات أو كأفراد. فليه ما يكون دي الطريقة المثلى، لأنه الناس تساهم مع بعض في إنها تنتج، إنها تساهم مع بعض في إنها ترسخ لمبدأ التعايش السلمي بالضبط. لمبدأ نبذ العنصرية، لمبدأ مبدأ الشراكات الجيدة في إنه الناس تقدر تنجز كل الأشياء الجميلة. الناس حملات النظافة، تأهيل المدارس، تأهيل المستشفيات. يعني إحنا لو مشينا مستشفى لونا الحوائط بتاعتها بألوان عندها علاقة بالأمل، بأنه في أمل، بأنه المريض الخاشي المستشفى بيشوف أشياء، بيشوف رسومات جميلة، بيشوف الحتة نظيفة، هو ذاته بيشعر بطمأنينة نفسي ودافع أمان. نفسي جيد جدا أمان. لأنه هو يتعافى. حتى المدارس، حتى الشوارع، حتى المرافق الحكومية كافة، لما أنت تخش أي مرفق، حتى الموظف لما يدخل المرفق الحكومي بتاعه أو المؤسسة اللي هو شغال فيها، وشايف في جمال في 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 لوحات، في 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 طريقة بتاعت زراعة نباتات، في خضرة موجودة،
بتعكس لك انطباع جيد جدا، بتأدي عمل كويس، بتكون يعني مطمئن، وبتكون شاعر بأنه الزوج ده، الزوج ذاته بيديك دافع، الزوج الجميل ده ذاته بيديك دافع لأنه أنت تشتغل بصورة كويسة وتنتج بصورة كويسة. لاحظت للحاجة دي في حتتين، يعني رسميات وزارة الري جنبنا هنا، أول ما تجي داخل للوزارة في لوحات أجمل ما تكون تعكس تفاصيل الثورة السودانية، نفس الحكاية في التنمية والعمل، يعني بتحس فعليا بتغيير بغض النظر عن الوزراء ديل قاعدين بيعملوا في شنو أو بينجزوا في شنو، لكن بتحس بأنه المكان ده بيمثل الثورة. تخيل لو الحال ده بقى موجود في كل مؤسسات الدولة السودانية، يعني المسؤول بيجي داخل على صورة شهيد وبيجي مارك بصورة شهيد، بيبقى أقرب للشارع، بيبقى أقرب لأحلام الشهداء ديل، بتذكر أنه المقعد اللي هو قاعد فيه ده ما جاو بأخوي وأخوك، يعني جاو بعض تضحيات عظيمة جدا قدم شعبنا السوداني فيصل في وقت بنعاني فيه، ونحن كلنا مع بعض من قبح لو جاز التعبير مجتمعي، وبيظهر بشكل واضح تماما في الأسافير رفض الآخر، العنصرية الأطلط بوجهها القبيح للأسف من أول وجديد، ويوم بعد يوم صوت ماشي أعلى، خطابات الكراهية اللي بقت موجهة بشكل واضح تماما، التنمر وغيره من الحاجات المسيطرة على الأسافير. وين الفن من القضايا دي كلها مع بعض؟ وين المنتوج الفني المفترض يعالج المشكلات الاجتماعية الكبيرة دي؟ هو عموما الأسافير هي منصات بقت في متناول الجميع، كل اللي بيستخدم الأسافير ده هو بيقدر يعبر عن رأيه، أو بيقدر يعبر عن رفضه، أو بيقدر يعبر عن الشيء الجيد أو الشيء ما جيد، وعنده مطلق الحرية في كده. لكن إحنا نقول دائما هناك طرف ثالث نعلمه جيدا، ينمي الحاجات دي تماما، هو بيستخدم الأسافير دي في إنه يخلق خطاب الكراهية، في إنه يخلق يبدأ يخلق في قواعد بتاع التنمر على كافة الأشكال الجديدة، على 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 كافة الأفكار اللي بيجيبوها اللي بيقوموا بها بعض الشباب الممتازين في طرحهم، الفنانين سواء كانوا بشتى المناحي، حتى في 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 يعني أنا للأسف في 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 صفحة اسمها الإكيل السوداني برضو لا تخلو من التنمر، مع إن الموضوع عبارة عن وجبات، ويعني ما 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 حتى الناس ممكن تختلف فيها أو تتنمر فيها، لكن بتلقى دائما في بعض المشاكسات بتتحول بعد ذاك للتنمرات، وبعض الناس بقت عندهم قاعدة اسمها قاعدة الردم، يعني من طرف أيا كان بس لازم يتردم، أردم يعني بعد ذاك نتفاهم. هاي هاي ف الحاجة دي برضو يمكن مش السيطرة عليها، أو ممكن ما بنقدر نقول ممكن تزول، لكن برضو بالتكاتف المجتمعي احنا نصل احنا لما نصل للناس بنقدر بالمنتوجات الفنية، بالفعاليات الفنية، انت بتقدر تساهم في ترقية الذوق. ولما انا ما تهيأ لي لما تساهم في ترقية ذوق اي انسان، لما يكون انسان فعلا بقى ذواق، بقى عنده ذوق، بينظر للاشياء بطريقة مختلفة، بالتأكيد هو حيتحول لانسان ايجابي جدا، دائما بيبحث عن الجمال، ودائما بيحاول انه يعني ينسف معالم القبح بالجمال، مش بيقول دي قبيحه وبيسكت، لا هو بيقول احنا نجمل بالطريقه دي، يعني ما بينتقد وبيربع يدينه ويسكت وبيعاين او يردم ويسكت، لا انت اردم ما في مشكله، لكن اطرح وبادر وما تتجاوز في ردمك ده ذاته، يعني ما تتجاوز المعقول وتدخل في المحظور. ونحن طالعين من ثورة فيصل بندعي إنها ثورة بتاعت وعي، كانت الأمنيات إننا نعانق محبة حقيقية بين السودانيين وبين
السودانيات كانت الأمنيات إننا نتخلى عن الخطابات القديمة اللي لا قدمتنا ولا ولكن أخرتنا كثير جدا. نحن في 2021 لما نكون طموح البني آدم السوداني إنه يأكل، إنه يعيش، إنه يموت في بيته يا أخي، يموت في سريره، ما يموت برصاصة. دي أحلامنا مع البشرية، دي أحلامنا مع الإنسانية. فأحوج ما نكون كسودانيين لبعض. ده ما وقت بتاع كراهية ولا وقت بتاع تنمر ولا ولكن بعين الفنان كيف بتعاين لليلة وكيف بتعاين للجاي. احنا اصل المشكلة انه احلامنا هي عبارة عن حقوقنا. يعني الشعوب الاخرى او اغلبية الشعوب الاخرى احلامها مختلفة جدا عننا. يعني احنا الواحد بيحلم بانه يقرأ كويس، يتزوج، يكون عنده بيت، يكون عنده عربية، وده حقك. مريض تعالج. ده ما حلم يعني. انت ما 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 دار تحلم تحقق فكرك او فكرتك الاساس. ما في يعني ما في فرص متاحة لك عشان تقدر تحقق احلامك انت ذاتك، سواء كان كفنان او كمهني او كأي شيء. يعني ما بتقدر يعني كل اللي بتفكر فيه سبل الحياة، العيش والصفوف تتباصر كيف، تتجازف كيف، والمواصلات وكده يعني. لكن احنا عشان 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 نقدر فعلا نمرق من عنق الزجاجة لازم نطور احلامنا. لازم الناس فعلا ترفع من مستوى طموحاتها وترفع من مستوى احلامها. والحاجة دي ما صعبة يعني. انا افتكر احنا عملنا حاجات اصعب من كده. بالضبط. كل المحتاج له انه احنا زي ما بقولوا نبرد، نرخي جسمنا كويس، خط الكوره واطه، وخط الكوره واطه ونشتغل وبنعبر بنمرق باذن الله، بعون الله تعالى حنبنيه. الشعار نسيناه ولا وقع مننا ونحن ماشيين في الطريق، ولا لسه شايلينه معانا؟ ولكن والله يا اخي حنبنيه موجود في قلوب تقريبا كل السودانيين، حتى اذا اتفقوا او اختلفوا. انا على قناعه بانه يعني كل الناس، كل الغالبيه العظمى من الشعب السوداني هم يعني عندهم الحلم بتاع حنبنيه. هم عندهم قناعه بانه ممكن السودان يكون شكله في المستقبل عامل كيف. لكن زي ما قلت لك، نرجع تاني للأسف للدائرة بتاعت الإحباط. الإحباط الموجود. ما قادر أقول اسمها، شنو اللي هي صراعات السياسية، صراعات المناصب، في بعض المشاكل التانية أنا أحسن ما أتكلم عنها، لكن دي كلها ليها الأثر كبير جدا. لأسر كبير جدا. بس ما مفروض فيصل نقعد في المحطة دي كتير. يعني نحن لو كان سلمنا نفسنا للإحباط، كان الأجدى نسلم نفسنا للإحباط لما كانت المواكب ما بتطلع، بتجي الساعة واحدة والناس بتبكي في السوق العربي لأنه الموكب ما طلع، الأحلام الكبيرة الجوانة ما تلاشت، مشينا في الموكب البعد والموكب البعد. الإحباط ما أصابنا ونحن بنشوف أولادنا بيموتوا قدام عيننا. الإحباط ما أصابنا ونحن بنشوف الأجهزة الأمنية بتنتهك البيوت وبتنتهك الحرمات، والثوار كانوا بساط جدا في الشوارع 15 هنا و20 هنا. نحن كملنا بالأمل الكبير الجوان. الأمل ده ما مفترض نسمح لكائن من كان إنه يعبث به، ما نسمح لكائن من كان إنه حتى يقرب منه. مفروض الأمل ده يكون جوانا قاعد كده وصاحي، ما عشان حاجة، عشان بلدنا بس. احنا يعني بالرغم من بعض الاحباطات منذ قيام ديسمبر المجيدة، من يوم ما قامت او بدت بوادر الثورة، كنا بنسمع كثير في الشارع. يعني الناس بيقولوا لنا يا اخي انتوا ما حتقدروا تعملوا حاجة، ما حتقدروا تشيلوا الناس ديل، الناس ديل متحكمين، عندهم أسلحة. وكنا بنسمع إحباطات كثيرة جدا جدا، وفعلا كانت في أوقات كثيرة كانت بتتعكس على الشارع. فعلا كان في مواكب بتبدأ ضعيفة وبتنتهي ضعيفة، لكن قدرنا
قدرنا بعد ذاك نلملم أشلاءنا وقدرنا نسوق لأنه نحدث ثورة. قدرنا خشينا محيط القيادة وقدرنا خلقنا إلى حد ما المدينة الفاضلة، وقدرنا نرسل رسالة للعالم كله بأنه يعني شنو ثورة سلمية، يعني شنو مطالب موجودة في حتة واحدة وموجهة لناس موجودين جنبها تماما. فقدمنا رسالة كويسة جدا، يعني كان عندنا تجربة احنا 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 فعلا مفترض نستفيد منها، احنا اول ناس مفترض نستفيد منها قبل الاخر. التجربة بتاعت الاعتصام شكل يعني التكاتف، يعني انا بتذكر انه الحاجة بتطرح بتتنفس، ما في حاجة طرحت ما تنفست. يعني مبادرات كثيرة جدا كانت بتطرح وكان شكلها صعب شديد ودائرة دعم كثير جدا ودائرة شغل كثير جدا، لكن اتعملت. يعني انا مثلا على سبيل المثال لو تسمح لي، كان في لوحة طولة 3 كيلومتر او 3000 متر. اللوحة دي كانت فكرة من مجموعة من الشباب انها تتعمل في ميدان الاعتصام وانها تتعرض، وتم الاتصال بالقائمين على موسوعة جينس للارقام القياسية. اللوحة كانت عبارة عن لوحات وكان فيها دفتر حضور ثوري، توقيعات من الناس المعتصمين. فانه اللوحة دي لو اتعملت ونجحت وانتشرت كانت حتدخل السودان لأول مرة لموسوعة جينس للأرقام بالجمال، ما بحاجة تانية. يعني أو بالجمال بالضبط، بالجمال وبالتكاتف. يعني دفتر الحضور الثوري كان له أثر، كان له أثر كبير جدا في إنه اللوحة دي تخش في موضوع في, في 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 موسوعة جينس. يعني لو كانت لوحة بس ما كانت حتخش، لكن لأنه خشت توقيعات. فيها توقيعات دفتر الحضور الثوري هي كانت السبب الرئيسي لأنها تخش الموسوعة. لكن زي يقولوا حدث ما حدث، وقيت الحمد لله. العشم فينا كبير وفي شعبنا عمره ما ينتهي. يا فيصل نسمع عشان بلدنا ونرجع نتواصل، انتو زي ما انتو الموجة مكان القلب دايما. هلا 96 نبشر نهز السيف للخير عدينا وزيف شرنا هز السيف بالخير علينا وزين يا مرحبا بسلامات يا مرسى يا مينا يا أرض شرقي أنا يا قهوة طوطينا يا مرحبا بسلامات يا مرسى يا مينا يا أرض شرقي أنا يا قهوة توطينا إن شاء الله دائما بخير عاش السلام فينا إن شاء الله دائما بخير عاش السلام فينا إن شاء الله دائما بخير عاش السلام فينا وأرض جدود عمار أولاد ما مات هاجر ما استجع ليلة أكبام تنين عوافي سلامات لعلكم طيبين أنا بشر نهز السيف الخير عديل وزيف سلامات لعلكم طيبين أبشر أبشر نهز السير بالخير عديل وزين يا مرحبا سلامات يا مرسى يا مينا يا أرض شرقي أنا يا
قهوة توطينا، يا مرحبا بسلامات يا مرزا يا مينا، أرض شرقي أنا يا قهوة توطينا. إن شاء الله دايما بخير، عاش السلام بينا، إن شاء الله دايما بخير، عاش السلام بينا، إن شاء الله دايما بخير، عاش السلام فينا، وأرض جدودنا عمار أولاد ما تهاجر لا استجع ليلة. نحن انتو معنا نبدع، معنا نزدهر ونحقق النجاح، معنا نتغلب على الصعاب، معنا نصل الى طموحنا وننجز المستحيل، معنا نبتكر حلولا مالية اسلامية عصرية، معنا نتميز بادائنا ونرضي عملاءنا، معنا نرتقي بوطننا، معا نبدأ التغيير لحياة أفضل. بنك فيصل الإسلامي، معا نبني المستقبل. هلا 96 أسمعنا بقلبك. سحاب أيوة كاركيت جاهزي ما في تأخير، بكم اشتراك بس تطبيق في الموبايلات، عندنا اتصالات تضرب نحن حاضرين، نسحب لو نجيت وين قدام لك غيار زيت نجيك ونوصل البيت، تسافر تلقى قراش مؤمن وسهل ومعدول، هدية غسلنا مجان ولسه عرضنا يا زول. حمل تطبيق كاركير واشترك الآن بالدفع من داخل التطبيق بكل سهولة، أسحب عربيتك طول السنة بالمجان داخل ولاية الخرطوم. الخدمة خاصة بالمركبات الخفيفة، للمزيد من المعلومات اتصل على رقم خدمة العملاء 6360، والمفاجأة قيمة الاشتراك السنوي 3000 جنيه بس. مع كاركير عربيتك غير. هلا 96 أسمعنا بقلبك. يا لاما موتور بلس يا زيت محرك مثالي، يا لمسة عصرية جدا في حمايته أداء عالي، ممتاز ثبات الحراري ضد أكسد يقاوم، ومعاه عمر المحرك أطول ويفضل يداوم، شغال في كل الظروف والسعر بجد مناسب. زيت لاما موتور بلس اس ال مصنع باحدث تكنولوجيا زيوت البنزين، ذو اداء ممتاز في كل الظروف ودرجات الحراره المختلفه، من شركه اويل انرجي. زيوت لاما، القوه بين يديك. هلا 96 اسمعنا بقلبك. بنشرب الشاي الصباح عاد بيها متعرف، تيفو ما بحتاج وصف بيهو شاي مختلف، تيفو في الحلو مع عيلك بتزيدو حلا، بسكويت ما اجملو غيرو ما بفضلو، النهار طويل ممل وضغطة الجو الشغل، في البريك بتلقى حل بتيفو اتحدى الملل، يبقى بيتنا احلى بيت في لمة الشاي المثال، جبنا احلى بسكويت تيفو في الشاي غمثال. بسكويت تيفو الجديد بنكهة وطعم فريد، تيفو طعم مختلف عليه ما بنختلف. من كمبال للأنشطة المتعددة. هلا 96 أسمعنا بقلبك. وتلمينا وتلمينا والسكة الحلوة سوا مشينا، في كل مكان أي مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا، وتلمينا وتلمينا والسكة الحلوة
سوا مشينا في كل مكان مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا أنا معك وإنت معايا شايل أحلامك جوايا أجمل عيلة وكل يوم زيدي أصحاب وأحباب وأحلى حكاية لمينا وتلمينا والسكة الحلوة سوا مشينا في كل مكان مدينة وصلنا وصلنا والحب فينا 15 سنة بينا الحب 15 من قلب لقلب 15 ومعك الآن 15 في كل مكان 15 سنة معاكم في السودان 15 سنة أجمل عشرة ومعاكم مكملين لبكرة MTN معك في كل مكان هلا 96 أسمعنا بقلبك في الدنيا ما في مكان أجمل من السودان في مكان أجمل من السودان بلد الجمال الخير كثير وشرفا كبير ونبقى نحن منه جزورنا أصلا من السودان ياهو السودان شاي الغزلتين ياهو دشاينا هلا 96 أسمعنا بقلبك يومنا بادي عادي هادي والكريم حنين علينا نساسك في الطريق من مدني للجنينة اليوم كله رايح ومقضينه في الكابينة نسابق في الزمن نلحق ميعاد السفينة فجأة نسمع صوت أقوى من السارينة ندية حبة زيت نلقى الكبوت ما بينا رايم هو الضمان اللي بيحرك الماكينة رايم من نبي بنمشي وما علينا أيا كانت الظروف عربيتك في دينا مينا عربيتك في دينا مينا رايم من نبي أسمع المحرك قبل ما تحرك للاستفسار 64 64 ام بي لوبريكانت هلا 96 اسمعنا بقلبك والله اقول لك حاجه كل ما اقول لي شركه عمليين بيكون في وفي وفي مشكله بس بتمنى لانه ديلك كلهم يا خالد لا دير ولا ديك لوكيشن العقاريه خيارك الاول خيارك الافضل لوكيشن العقاريه اختار لوكيشنك صح هلا 96 FM يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك هل أسمعنا وسمعنا صوتك منصة مع حسن بكري برعاية بنك فيصل الإسلامي السوداني معا نبني المستقبل صحتين من عمر الزمان انقضت من رصة ومنصة رصة ومنصة برعاية بنك فيصل الإسلامي على هلا 96 FM يوميا من الأحد للأربعاء ساعتين من عمر الزمان من الساعة 7 للساعة 9 وكنا في رحاب المجموعة التنفيذية لمهرجان السودان للسلام والموسيقى مع أستاذ فيصل عوض أستاذ فيصل شاكر لك جدا اديك الصحة والعافية موفقين دائما من نجاح لنجاح يا رب شكرا كثير لك يا أستاذ حسن وبشكر هلا 96 على الاستضافة الجميلة الراقية وبقول لكل الفنانين والقائمين على الفنون أيها الفنانون اتحدوا عشان 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 نمرك عشان نقدر فعلا نصنع ونبتكر سودان جديد رسالة للجان الأحياء ولجان المقاومة انتوا خط الدفاع الأول للثورة انتوا الناس اللي انتوا الجيل الراكب راسي يا اخي انتوا الناس جبتوا الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه وبقول لكم ابقوا الصمود واحنا كنا بنقول اصحى يا ترس هسه كمان بنقول برضو اوعى يا ترس اوعى يا ترس فعليا احوج ما نكون للوعي مع الاختلاط الكثير اللي بقى حاصل ده والواحد ما عارف صليحه
من عدو في وقت القاتل نفسه بيجي بيطلع على الشوارع فيصل وبيطالب بدماء الشهداء. بالزبط. كان عندك رسالة عايز توصلها؟ الرسالة الأخيرة لكل الشعب السوداني، بطلب منهم وبرجوهم وبقول لهم إحنا عشان نقدر نمرق من الجائحة دي فعلا بالجد لازم نلتزم بالتوجيهات بتاعت وزارة الصحة الاتحادية، نلبس كمامتنا معقماتنا، نحاول بقدر الإمكان مع إنه صعب لكن نحاول بقدر الإمكان نلتزم بالتباعد الاجتماعي، نحاول بقدر الإمكان إنه نقلل من احتماليات إصابات المرض. وخلوا في بالكم دائما أهلنا الكبار هم المرض يعني بيتمكن منهم بصورة سريعة جدا، وكفانا ما فقدناهم يعني بالضبط. لهم الرحمة ولهم المغفرة، وكلنا مع بعض بنقدر بإذن الله بعون الله تعالى. شاكر لك جدا فيصل، عوض يديك الصحة والعافية رب. ربنا لو مد في الآجال عناق لقاء جديد من رصة ومنصة، وقبل ما نكفل ونحتفل صوتي برضو مع صوتك مع كل الأصوات اللي بتنادي بضرورة إننا نقوم بالإجراءات الاحترازية. زي ما قلت فقدنا ما فقدنا، نحن أحوج ما نكون لبعض كسودانيين. شفنا كلنا امبارح الأخبار اللي بتطوف في الأسافير للطبيبة السودانية اللي سلمت روحها للباري بشكل ذاته يعني ما بتوصف. دي طبيبة وليها تاريخ كبير جدا من مستشفى لمستشفى، وكل المستشفيات بترفض إنها تستقبلها أو إنها تتعامل مع الحالة لأنهم شاكين في إنها ربما مصابة بكورونا، والمستشفيات ما مهيئة للحاجة دي. فما بنتمنى نشوف الحاجة دي في زول قريب لنا، ما بنتمنى نشوف الحاجة دي في أي سوداني أيا كان. فخلونا نخلي بالنا من نفسنا، نخلي بالنا من الناس اللي حوالينا، وكلنا مع بعض بعون الله تعالى زي ما عبرنا من ترس لترس ومن مسار لمسار هنقدر نعبر من المحطة الآن احنا فيها ده عشان ما نحصل الأحلام الكثيرة جدا الراجيانة في الطريق. بكرة مفترض يكونوا معانا إن شاء الله تعالى التحالف السوداني، وهنتكلم عن تفاصيل كثيرة جدا بتعني الراهن السياسي والراهن الاقتصادي وبرضو الراهن التنظيمي في التحالفات الموجودة، إذا كان قوى إعلان الحرية والتغيير أو الجبهة الثورية. مع نهاية الأسبوع هنقيف على التشكيل الوزاري الجديد الجاي في الطريق، شنو الحاجات المؤكدة وشنو الحاجات الما مؤكدة، لا سيما واحد من لجنة الترشيحات هيكون حاضر معانا. شاكر لحنفي رافقنا في ساعتين من عمر الزمان، شكرا جميلا ليك حنفي، نمت انت والله صاحبي يديك الصحة والعافية يا رب. صباح معطى الصباحي، نكفل ونحتفل في أمان الله.